لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. كشف أن خبر وطني وليد الركراكي في أن ندوة صحفية عن استبعاده للاعب يحيى شبران من قائمة المنتخب الوطني المغربي تحضيرا لودياتي البيرو والبرازيل، حيث أكد أن ذلك راجع لعدم اقتناعه بالمستوى الذي بات يقدمه اللاعب يحيى شبران في المباريات الأخيرة لفريق الوداد. وطلب أن خبر وطني وليد الركراكي من اللاعب يحيى شبران ضرورة العمل بجدية كبيرة للعودة إلى المنتخب الوطني المغربي في قادم المواعيد. وعرفت قائمة الناخب الوطني وليد الركراكي تواجد الحارس أحمد رضا التكناوتي إلى جانب الظهير الأيسر يحيى عطية صلاح، وذلك تحضيرا لوديتي البيرو والبرازيل خلال شهر مارس الحالي. أكدت بعض المصادر الودادية أن ساعد النصيري يتجه لمكافأة المهاشم السنغالي بوليسامبو جونيور بتجديد عقده مع فريق الوداد الذي سينتهي بنهاية الموسم الكروي الحالي، وذلك بعدما كان قد تعاقد معه في الانتقالات الصيفية الماضية لتعويضه راحل المهاشم الكونغولي بن زاغاي. ويأتي ذلك لمكافأة المهاشم السنغالي بوليسامبو جونيور على أرقامه المميزة في المباريات الأخيرة ونجاحه في تأكيد عودته القوية بعد الإصابة التي عانى منها وغيبته لأكثر من شهر عن فريق الوداد الرياضي، مما دفع بسعد النصيري للتحرك سريعا قصد مناقشة المهاشم السنغالي بوليسامبو جونيور حول تمديد عقده الذي سينتهي في الصيف القادم مع فريق الوداد، وأيضا لكي لا يتكرر خطأ التفريط في المهاشم الكونغولي بن ساغاي بعدما كان بإمكانه ضمان استمراره مع فريق الوداد بالموسم الكروي الحالي.